قلبي مريض، كنحسد، كنحقد، كننافق، كنكيد للناس. هذا هو الموضوع ديالي. في مواضيعنا اقترحنا وناقشنا وجربنا تقنيات في التعامل مع الناس ومع الحياة، بحال مثلا كيفاش نتعامل مع العلاقات السامة، كيفاش نتعامل مع إنسان كيحبطني، كيفاش نتعامل مع الاكتئاب، كيفاش نحقق أهدافي، كيفاش نثق في راسي، اتسيتيرا. ولكن عمرنا ما دوينا من منطلق أنه إحنا هم مصدر المشكل وأنه الحل خصو يطبق علينا إحنا. ما كاينش بيناتنا إنسان سوي 100%. اللي ما كيغتابش كينافق، واللي ما كينافقش كيحسد، واللي ما كيحسدش كيحقد، واللي ما كيحقدش كيسيء الظن. كل واحد منا فيه حقه من شر النفس، ولكن احنا كاملين كنختلفوا في مقدار هاد شر النفس. هذا اللي دوينا عليه وسميناه بشر النفس. الا بغينا نمثلوه ونتخيلوه ونصوروه، فراه هو داير بحال واحد السلوم في الدرجه التحتانيه كاع. كاين داك الانسان اللي متعايش مع هاد الشر، عايش بيه بحب، نمط حياته، ستيل دو في ديالو مسلكو. وكاين الدرجه الفوقانيه كاع، الدرجه اللي بقات لها خطوه وحده للوصول. فهاد الدرجه كيكونوا الناس اللي ما مرتاحينش مع هاد الشر، عارفينو في راسهم، لامسينو في ذاتهم، ولكن في لحظات الخلوه كيعاتبوا نفسهم عليه وكيلوموها عليه. ولكن الحياه كترجع تحطهم في مواقف وكترجع تجيب لهم احداث كيرجع ينتصر فيها هذاك الشر ويبان فيها. هاد الناس كيكونوا دائما في صراع ازلي مع نفسهم ومع هاد الشر اللي فيهم، وهما بالضبط الناس اللي معنيين بالموضوع ديال اليوم. ما كاينش تغيير بدون نقطه انعطاف. مثلا انا في عين، انا كنسيء الظن بزاف مثلا، والناس ما مرتاحينش مع هذا اللي فيا، ما متعيشينش معاه، ودائما كنلقى انتقادات، وانا في حد ذاتي ما مرتاحاش مع هذا الاب، ولكن ما لقيت ليه جد. كنحاول وكنبدا في التغيير ودائما كنفشل. محتاجه نقطه انعطاف، نقطه انعطاف. لو من نفس العتاب مزيان، ولكن ما كافيش. هو بحال استغفار، استغفار النفس كيليق مع الرجوع للذنب مع النفس. ولكن التوبه الصادقه اللي حنا محتاجين ليها وسميناها بنقطه انعطاف حاجه اخرى. محتاجين وعد صادق من نفسنا لنفسنا، محتاجين نحسوا بقذاره ديك الافعال اللي كنديروا، محتاجين نصغروا نفسنا قدام نفسنا ونحسوا بلي حنا ضعاف، ضعاف بزاف، وحنا كنديروا دوك الاخطاء. هذه بالضبط هي نقطه الانعطاف. اكيد خاصني مراجع وخاصني مصادر يعاونوني على قرار ونقطه التغيير. ميمكنش انا بغيت نحارب نفسي وفي نفس الوقت ناخذ القوه والسلاح من نفسي. مثلا انا كنحقد وما كنقدرش نسامح الناس، وما بقيتش قادر على هذا العيب، هذا العيب ما بقاش مسلكني في المجتمع، ما بقاش نقدر نخلق علاقات صحيه مع الناس. انا محتاج الاقلاع على هذا العيب. اذا محتاج مثلا انني نشوف فيديوهات تحفيزيه، نشوف شهادات ديال الناس اللي مثلا كان فيهم هذا النوع ديال العيوب وما بقاش فيهم. محتاج نركز مع هذا العيب ونخلق جو ديال العلاج منه. هذا الانسان اللي وصل لهذه الدرجه من جلب النفس، اللي مازال تيشوف لا فيديو ديالي وراضي ومقتنع بانه يقدر يكون هو حتى هو غلطان، ماشي ديما الناس الاخرين هما اللي غلطان. هاد النوع من الناس كيكونوا ديجا صادقين مع نفسهم، شفافين مع نفسهم، فما يكونوش يقدروا يكونوا كيصطنعوا التغيير باش يرضيو الناس. مثلا انا كان في واحد العيب هو انني كنستحلى وكنستمرح مثلا خوض اعراض، ماشي اعراض الناس ولكن النميمه مثلا في الناس، باش ما نكبروش العيب، النميمه في الناس والغيبه في الناس الى غير ذلك. وبغيت نقلع على هاد العيب. انا ما مضطرش نجي نقول للمحيط ديالي ايكوتي انا راه ما بقيش كندوي في الناس، انا راه وليت انسان مزيان، إيه انت سيتو بلي ما تبقاش تخوض معايا دي كونفرساسيون راني كتي كندير لك خاطرك، وراه انا فريمون ما باقيش بغيت ندير هادشي. جو سوي با اوبليجي باش ندير هاد الخطوه. يكفي انه الناس تلمس هادشي بلطافه في سلوكي، لانه فاش يعلن التغيير كيفقد المصداقيه ديالو، كيفقد المصداقيه ديالو الى الناس سمعوه مني قبل ما يشوفوه في سلوكي. اكثر حاجه كتمنعنا من التغيير اولا كتوقفنا فاش كنبداو دائما في رحله التغيير هي اصوات الشر. شكون هما اصوات الشر؟
هو هذاك صاحبك ولا هذيك المعرفه ديالك، ديك لا بيرسون اللي فاش كيشوفك مثلا قلعتي على واحد العيب، وداك العيب هو فيه في نفسه متعيش معاه وباغيه في راسه، فاش كيشوفه ما بقاش فيك، كينتقدك، كيولي كيحسك باللي انت هو الغلط ماشي هو، باللي فقدتي المصداقيه ديالك في عيني، ما صدقتيش، كتولي انت حشمان، حشمان انك تبين التغيير، حشمان انك تبين التوبه ديالك من هذاك العيب، وكانك كما قلنا انت هو اللي غلطان. هذا النوع من الناس كاينين، سواء قراب سواء بعد، غادي نلقاوهم وغادي نتلاقاوهم في خيكمه في هذه رحله العلاج. فشنو نديرو؟ غنسدو عينينا وغنسدو عينينا عليهم وكانهم ما كاينينش. التركيز، كل التركيز خصو يكون مع العلاج ومع الفرحه ديال انني غادي ننتقل من وضعيه خايبه لوضعيه زوينه. فوالا سي تي لو تو بوغ لو سوجي ديال اليوم، كتبتو وانا فرحانه بزاف وكنتمنى انه يكون نفعكم، واخا هي بحاجه صغيره واحده زاد عليكم حياتكم. كنتمنى انه لو غوتور جاب لو سوجي كونفينابل، اي انكور اون فوا كنقول لكم ميرسي بوكو بوغ لو طون كو فو ماكورديي ا شاك فوا كتشوفوني. اون اتوندون لا بروشين فيديو، تهلاو فراسكم.